بدأ الأجيال تتعاقب، وكمان الأجيال اللي بيلعب بدأ ياخد أدوار تانية، وده منتج شفناه النجوم الكبار اللي لعبوا في أجيال قريبة من بعض وفي منتخبات برضه كسرت الدنيا بقوا موجودين في مجلس إدارة، والحقيقة بدأوا يشتغلوا والشغل بتاعهم بدأ يكون يعني نتايج ليه بشكل سريع جدا. يمكن من شهر 7/2018 بدأنا التفكير، وبدأنا ازاي يكون في توافق بين طريقة التفكير وطريقة التخطيط مجلس الإدارة ووزارة الشباب والرياضة، وبدأنا نحن مع بعض بحاجات كتيرة جدا، وكمان نشوف الجنريشنز أو التخطيط للمنتخبات بأعمارها السنية، ودايما بيكون في حوار. بس الحاجه الوحيده دايما لما بيجي كابتن شامل ومعاه مؤمن بقول يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يعني هيكون في فلوس قد ايه هتتركع والماتش هيكون عامل ازاي؟ لكن شيء جميل جدا لما تلاقي حجز او فلوس او استثمار اللي هيكون في منتج 6 أشهر رايح فين، فبالتالي بتحط او تضع او تستثمر او تكون متفائل جدا بالحاجات اللي موجوده او حجم الاستثمار المنظم. عشان كده يمكن لو بنتكلم على مكنه الهاندبول، هو في مشروع العلاقه او مشروع من ضمن المشروعات القوميه لمصر، في حوالي 12 نشاط احنا بننتجه ونشغله بشكل متوازي، عشان بنطلع فيهم 2024 و2028 وهكذا. لكن ده ايضا بيضيف شيء مهم جدا. لكن لما جينا يمكن نتكلم مع كابتن شاو والاداره كله محترم، اللي واحد لو قلت الاسم هيكون يعني شيء انا بمتن ليهم جدا في كل حاجه صراحه، سلوك واداء وحاجات كتير يعني. بس اول ما بدانا كنت دايما بتفائل ان انا اكلم رئيس الداسه اللي موجود في الدوره دي، واتكلم مثلا مع اللعيبه في الغرفه، يعني نوع من انواع الحاجه اللي بتتعمل من خلال المسؤول ومن خلال ايضا اللعيبه. فبدانا منتخب 98 ومتواصل، فجابوا ميداليه برونزيه، دي ميداليه برونزيه على مستوى العالم، حاجه يعني مهمه جدا. في المعادله التاليه فاحنا عندنا منتخب 2000، يعني دايما بتكلم بقول خلاص احنا بقى خدنا ميداليه برونزيه، عايزين ميداليه برونزيه. طبعا المجلس الكابتن هشام يقول لا مش طمعانين قوي، احنا لسه بنعده بس مش هيجيب برونزيه. فانا اقول ليه مش هيجيب برونزيه؟ احنا عايزين برونزيه، ما هو في فرقه جابت برونزيه، طب ايه اللي ناقصها؟ طب احنا هنعمل ايه؟ طب هيسافر فين؟ طب المعسكر كذا؟ فنبدا نقايل بعض في الموضوع ايه؟ وبعدين نمشي او اخر لحظه وهو ماشي كابتن هشام وعيوبه وقفل بطلي بعيد قوي، احنا يعني منتخب 2000 يا دوبك يعني خلاص، فاحنا نون اوبتمستكس يعني احنا خلاص كده يعني التفاؤل ان هم يمكن 2000 اعداد لمرحله ثانيه. وبدات الحكايه كان طبعا ديبيت ما بين رئيس الداسه وخطف الكاس من المنتخب عنيق ومنتخب تونس الشقيق. ولا انسى تقديم التهنئه الى مجلس اداره اتحاد كره اليد برئاسه المهندس هشام نصر والسيد راعي الرياضه في مصر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. كره اليد في السنوات الاخيره تواصل التالق وتحقيق البطولات، ولا ننسى منتخب الناشئين مواليد 2000 الحاصل على كاس العالم في مقدونيا، وايضا منتخب الشباب الحاصل على برونزيه اسبانيا. جموع الشعب تنتظر الكثير والكثير منكم وتحقيق ميداليه في اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله، وايضا الحدث الاهم وهو استضافه مصر لكاس العالم 2021، وهو الحدث الذي يحظى باهتمام الدوله والشعب المصري. وننتظر منكم اسعاد الشعب والتواجد معنا الموسم المقبل ان شاء الله في تكريم جديد بعد الحصول على ميداليه اولمبيه والفوز بلقب كاس العالم لمصر ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا بقينا مستغربين الناس في مصر، الشعب العادي على البهاوي بيتفرجوا على كره يد. لما كنا الناشئين بيلعبوا في كاس العالم على البلاج في البحر في اسكندريه بيتفرجوا على الهاندبول. الحمد لله حققنا شعبيه كبيره جدا. الموضوع ده ما بيجيش من فراغ.
فعلا احنا لما قلنا ان احنا حاطين خطه طويله المدى ويتخللها خطط قصيره المدى كان فعلا حقيقي. الموضوع ما جاش كده والا كنا كسبنا بطوله واحده وخلاص. الحمد لله ابتدينا الموضوع ده مع الناشئين وكسبوا بطولات افريقيا اولا ثم تدرجوا لمرحله الناشئين خدوا كاس عالم بره مصر وده انجاز كبير جدا انك تكسب بطوله بره ارضك في دوله اوروبيه. ده ريكورد ان اول مره فريق افريقي يكسب كاس العالم بره ارضه يعني في اوروبا. خدنا برونز الشباب ودول المستقبل. الحمد لله كان اصعب فعلا خطوه كانت في الخطه طويله الاجل اللي احنا كنا حاطينها محطه تونس. لو حضراتكم تعرفوا احنا لاول مره في التاريخ نكسب تونس في تونس. تونس كانت بطل افريقيا، تونس فيها اكثر من 14 مختلف، لكن الحمد لله الحمد لله جهد اللاعبين دول واستخدمنا مدرب احسن مدرب في اوروبا 2019 وكان واضح لمسته من اول يوم. اهم حاجه كنا بنغرسها في الولاد دول ان هم يبقى التيم وورك. اللعيبه مع بعض لو عشتوا معاهم هقول لحضراتكم من الكواليس. احنا لما كنا في تونس الراجل الويتر اللي بيسرفز على الولاد الغداء اول ما وصلت انا رحت لهم بعد الراوند الاولاني قال لي انا بأهنيك انت فزت اولا بمبدا بكاس الاخلاق والالتزام والانتظام وده مؤشر للبطل. بعديها بثلاث اربع ايام قال لي انتوا هتاخدوا البطوله قبل الفاينل. فبيبقى فيه مؤشرات عظيمه. عندنا ناس جنود المجهولين في التيم ده. طبعا غير اعضاء مجلس الاداره يعني دول منتشرين في كل حته. لكن عايز اذكر ناس فعلا ليها بصمه في منتخب مصر. على راسهم مدير المنتخبات القوميه المهندس علاء السيد. الراجل اللي يعني على بشكره بصراحه على اللي هو اداه والنتيجه بتاعته باينه.